بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لموضوع الجريان في الانابيب، اليوم راح ناخذ اجهزه او معدات قياس معدل الجريان. طبعا قياس معدل الجريان احنا نقدر نقيسه بعده طرق. اكو الحاليه اللي موجوده عندنا عده مقاييس، مثل المقاييس الميكانيكيه، المقاييس الالكترونيه، الهوت وايرز والى اخره. لكن المقاييس التقليدية اللي نستخدمها احنا واللي هي عملية تعتمد على معادلة برنولي اصلا بالاساس. هذه المقاييس الشهيرة اللي موجودة هي البيتوت تيوب، وعندنا الميجرمنت اوف فلو ثرو اكونستركشن اللي يصير من خلال التضيق، واللي بيها الفنتوري والاورفيس والفلو نازل. ايضا لدينا ان شاء الله مثل ما راح نشوفه بالفصل الثاني، لدينا الروتر ميترز، والروتر ميترز راح نخلي احنا الى محاضرة قادمة هو والنازل. الان نجي نشوف شنو مبدأ عمل البيتوت تيوب. مبدأ عمل البيتوت تيوب هو عبارة عن انبوبة، هاي الانبوبة تكون بمواجهة الجريان بالسنتر حتى تقيس لنا اعلى سرعة ممكنة. احنا تذكرون قلنا اعلى سرعة وين هي؟ يكون بالسنتر، واقل سرعة اللي هي صفر وين؟ بالجدار. فلذلك فنخليها مواجهة بهذا الشكل، تدخل الماء من هنا بيها ومربوطة ب سمبل مانوميتر. هذا السمبل مانوميتر ايش قد يقرأ الفرق ب نسميه ار. لذلك عندما نجي نقيس اليو، ولاحظ هنا جاي نقيس اليو، اليو اللي هي سرعة الجريان. احنا هنا ان الامباكت بريشر احيانا يطلب الامباكت بريشر هيد، فالامباكت بريشر يساوي ان الستاتيك بريشر هيد وناقص الكاينتيك بريشر هيد، والستاتيك عفروجي اتش، وبالنسبه للكاينتيك اللي هو دلتا يو تربيع على 2 جي. فاذا طلب من عندنا راد الامباكت هيد بالنوزل، فالمعادله كلها سهله انه احنا نقدر نقول هنا رو جي اتش ماينس يو تربيع على 2 جي. فهذه هسه اذا تشوفون وحداتها هي وحدات عمود اللي هو متر. اللي يهمنا احنا كيفيه قياس السرعه. السرعه هنا تجي عندك السي بي هو هذا الدايمنشنال، يعني حد بدون وحدات. قيمة ثابتة؟ هذا قيمة ثابتة يعتمد حسب الفتحة مالت والجيومتري مالت النزل. هو يتراوح بالحقيقة بين 0.98 إلى 1، وعادة يعطى مع البيتوت تيوب كبروبرتي. فحتى نقيس السرعة، وأركز هنا نقيس السرعة، سرعة الجريان، هذا السي بي لازم يعطى، اذا ما اعطي انت تاخذه واحد. ف 2 ماينس دلتا بي، الدلتا بي راح نقيس احنا عندنا فرق الضغط اللي موجود من هنا على رو اف. هذا اذا اعطينا الدلتا بي او اعطينا قيمتين للبريشر اللي هي بالداخل والخارج. المعادله الثانيه ايضا نقيس بها يو، بس ايش تعتمد؟ تعتمد على دلتا اتش، ودلتا اتش هو الهيد، الفرق بالهيد. المعادله اللي تكون جنرال هي المعادله عندما يكون لدينا بهذه المعادله سي بي تحت الجذر 2 ار رو ام ماينس رو اف على رو اف في جي. طبعا الار هي هذه الريدنج، وشنو وحدات احنا قلنا عاده؟ متر، مو ننسى. وهنا دلتا بي شنو وحداته؟ باسكال. يعني ما ناخذ ضغط جوي، لان احنا قلنا قد ما يكون لدينا متر لازم اكو باسكال، فلازم ناخذه بالوحدات اللي هو نيوتن على متر مربع. هنا الرو ام شنو هي؟ الرو ام هي حقيقه الدنسيتي اوف مانوميتر فلويد، وهذا تذكرون احنا اخذناه بالمرحله الاولى. فهنا تكون عندنا الرو ام، الفلويد نفسه ايش نكتبه؟ رو ام. فلذلك ننتبه هنا انه رو ام اذا اعطانا مانوميتر، والمانوميتر بي تو ديفرنت فلويدز،
فلازم نستخدم هاي المعادلة R المانوميتر ريدينج رو M كثافة سائل المانوميتر ماينس رو F كثافة الفلويد الجاري في التعجيل الأرضي على رو F. هذه هي حقيقة كل ما نحتاجه من رياضيات فيما يخص النزل اللافت بيتك بتيوب. إذا هسه عرفنا the simplest device or apparatus for flow measuring is the pitot tube. وهذه معادلات. عندنا أجهزة قياس أخرى أكثر دقة وأكثر عملية, يعني more applicable and ممكن نستخدمها في عدة مجالات. يسموها ال construction. تذكرون عندما أخذنا الكونستركشن قلنا الماء يضيق وحسبنا خسارة تذكروها خسارة اللي راح تروح بالعمود بالهادي. على نفس المبدأ بتطبيق معادلة برنولي مثل ما موجود عندكم بالمحاضرات الموجودة على شكل PDF تقدر تتبعها, والخطوات جدا واضحة 1 2 3 4. راح نوصل إلى المعادلات التالية. احنا عندنا بالكونستركشن عندنا 2 different types. الأول شيء اللي يسميه فينتوري ميتر, والثاني اللي يسميه أورفيس بليت أو أورفيس ميتر. يعني ما يقول لك أورفيس بليت لأنه حقيقة هي عبارة عن بليت دائرية توضع داخل الأنبوب وتصير عملية الجريان فقط منها. هاي المساحة الخضراء عملية الجريان, لذلك إذا تشوف هاي الدي 2 هي نفسها هاي الدي 2. هذه المعدات لا تتصور انت مثلا تلقاها صغيرة, لا, اكو فنتوري ميتر يشيلوه بكرين حتى يحطوه ويا البايب. ليش؟ لانه اذا تشوف هذا القطر هو لازم قطر البايب اللي يشتغل عليه. وبال ان شاء الله احد السلايدات اللي راح ادزها لكم راح تشوفون شلون جايبين فنتوري ميتر بشاحنة وكرين حتى يدخلون. يعني الاحجام تتراوح من 10 أو 20 إيش قد ما تريد أنت إلى أمتار. فلا تتصور إنه عندما أقول لك فنتورا أو أوريفيس هو يعني دائما يكون بالحجم الصغير. بعد تطبيق معادلة برنولي بنقطتين, هاي نعتبرها النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية. أيضا هنا هاي النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية. والاشتقاقات بالتفصيل موجودة عندكم في البي دي إف. راح تشوف انتابعها خطوة خطوة. اللي راح نوصله انه هنا نقيس معدل الجريان مباشرة. معدل الجريان اللي هو يو اي, معدل الجريان الحجم شلون يو اي. لذلك هسه تشوف هذا شو يطلع متر مكعب على كيو. هنا دائما وحدات متر مكعب على ثاني. فتساوينا السي دي, هذا يسموه الدسشارج كوفيشنت. والدسشارج كوفيشنت بالحقيقة هو الاكتشوال فلو او قيمة معدل الجريان الحقيقية على الايديال فلو او ما نسميه الثيوريتيكال فلو. لانه هذا ثابت, هذا الثابت عندنا يعطى ايضا كواحد من خواص الجهاز. بالنسبة للفنتوري ميتر لازم يعطيك اياه اللي هو يتراوح بحدود 0.76 واحيانا يوصل الى ارقام قريبة لل 0.9. فهذا لازم يعطى. اللي يهمنا من هذا شنو هو؟ انه اذا اعطينا دلتا بي, اذا اعطينا فرق قيمة يعني بي منا او بي منا او دلتا بي if he said the pressure difference or, فلازم نستخدم هاي المعادلة 2 ماينس دلتا بي على رو اف. نرجع مره ثانيه هنا ايش راح يدخل عندنا؟ راح يدخل عندنا اي 1 واي 2. اي 1 بالحقيقه شنو هي؟ اي 1 هي ما محسوبه مساحه مقطع الجريان للبايب. اي 2 هي مساحه مقطع الجريان للتضيق الموجود بالفنتوري. وطبعا الفنتوري تعطى نسب هذه مثل ما موجود عندكم بالتشريح ان شاء الله بالبي دي اف. هسه تشوفونها امامكم, هاي الزاويه محسوبه يعني بالضبط وهاي الزاويه هنا وايضا هذا الطول وهذا الطول. هذه مواصفات موجوده تلقوها كده, بس احنا اختصارا لوقت التصوير راح نكتفي بهذا.
المهم جدا ان تعرف انه اي 1 هي للباي، اي 2 هي للديفايس او للابراتس. نجي هنا الاي 1 هي باي دي 1 تربيع على 4 مال الباي احنا نعرفها هنا. اذا يجب ان تعرف الدايمتر اوف الثروت او العمق ما نسميه، فهذه نسميها الثروت، نفس الشيء هناك ليش نسميه بليت، فلازم ينطيك الدايمتر. وهذا الدايمتر بالنسبه الى دايمتر الانبوب اكو نسب بيناتهم، يعني كذا الى كذا هذه النسبه، وهذه كلها موجوده بالتفصيل بالسبيسيفيكيشنز. هسه نجي القياسات مالها. اي 1 اي 2 على تحت الجذر، اي 1 تربيع ماينص اي 2 تربيع. اذا اعطانا الهيد او الدلتا اتش فنستخدم هاي المعادله. لاحظ هذا الحد يتكرر عندك في كل القوانين. نجي الان، طيب اذا اعطانا مانوميتر بي 2 فلويدز، انتبهوا لهاي رجعنا يا شباب، مانوميتر بي 2 فلويدز، فالمعادله اللي نستخدمها منو هي؟ هذه. لان الار شنو هي؟ المانوميتر ريدنج اللي قبل شويه نفس هذه، وبيا وحدات متر، فلذلك راح يصير عندنا 2R رو ام مالت من؟ مانوميتر ماينس رو اف على رو اف، مو تغلط هنا خلي رو ام رو اف، وهذا الحد اللي هو نفسه موجود. السي دي هنا مثل ما قلنا تعطى لك كقيمه او كخاصيه من خواص ال، او في بعض الاحيان لا يعطيك الفلوريد ويقول لك سوي الكالبريشن لمن؟ لل فنتوري. فمسوي كالبريشن يعني شو تطلع؟ تطلع الدسشارج كوفيشنت، هذا الدسشارج كوفيشنت انت تطلعه، يعني عندك انت كل شيء معلوم، عندك فلوريد انت قايسه خلال سلندر، فيبقى مشغول عندك شنو؟ فقط الدسشارج كوفيشنت. النوع الثاني من كونستركشن ديفايسز اللي هو الاورفيس ميتر. الاورفيس ميتر مبدا عمله يشابه تماما مبدا عمل البنشول. الفرق بيناتهم شنو؟ الفرق بيناتهم انه هنا صار عندك تدرج بالفطر، في حين الفرق هنا تحط لك بليت. لذلك في بعض الاحيان يسمون البنشول بليت، العفو الاورفيس بليت، وهي الاورفيس بليت تنحط في المركز النص البايب وتكون بهذا الشكل، يعني هاي يكون القطر مالتها اللي هو هذا مفتوح، فالجريان راح يكون من هذا بهذا الاتجاه. ونجي للمعادلات، المعادلات نفسها تماما المعادلات اللي تخص البنشوري، يعني انت كل اللي عليك ان تعرفه هو تعرف معادلات البنشوري. وحتى البيتوت تيوب اذا تلاحظ هي نفسها معادلات البنشوري، بس شنو الفرق؟ البيتوت تيوب لانه ماكو عندنا تدرج بالاريا، فلذلك خسائر الاحتكاك بسبب التضيق ما تكون موجوده، فلذلك ما يعني انت كل اللي عليك تحفظ هذا وبعدين تشيل من عنده البنشو البيتوت مبينه ما بيها تغير بالمفاجئ شيء، بس ما انت بس هذا. نجي الان الى الدسشارج كوفيشنت للاورفيس. الدسشارج كوفيشنت للاورفيس لازم نكون جدا حذرين. هنا أنا قلنا يعطى على شكل ثابت بالنسبة للبنشوري ميتر، بالنسبة للأورفيس لازم أول شيء تحسبه شنو هو؟ تحسب معدل الجريان. من معدل الجريان أو السرعة إيش تحسب؟ رينولد نمبر من رين. طيب واحد يقول ما هو إحنا نريد الكيو، شلون نطلع السي دي؟ نقول له تفترض قيمة وهكذا الى ان توصل تريل اند ايرور، او انت تقول خلي افترض انه الرينولد نمبر عندي هو 10 اس. هسه نجي هنا اذا كان رينولد نمبر 10 اس 4 ما عندنا مشكله، رينولد نمبر اكبر من 10 اس 4 ما عندنا مشكله. ليش؟ لانه قيمه الدسشارج كوفيشنت ثابته، ايش قد هي؟ 0.61. لكن اذا كان رينولد نمبر اصغر من 10 اس 4، يعني 10 اس 4 ايش قد شباب؟
10,000. إذا كان أصغر من 10,000 فهنا لازم نكون كلش حذرين ونلجأ المن إلى الفكر. الفكر هسه إن شاء الله بالجزء الثاني من المحاضرة راح ناخذه نشوف هذا الفكر نكون كلش حذر. شلون؟ نفترض أول مرة رينود نمبر معين، نقول مثلا رينود نمبر 10 أس 3، نجي نقاطعة نحسب. إيش نحسب؟ نحسب السي دي اللي هي الشارج كوفيشنت، مو كل شيء معلوم عندنا. بس نحسب كيو، من الكيو شن طلع؟ يو. من يو شن طلع؟ رينود نمبر. اذا طلع رينود نمبر قريب للرقم اللي احنا افترضناه اتس اوكي. اذا لا شو نسوي هالمره؟ نخلي رقم رينود اللي حسبناه ونبدا نطلع السي دي. مو هسه حسبنا رقم رينود مره ثانيه، طلعنا السي دي، طلعت حق يعني قيمه اخرى. نعيد نفس العمليه، شو نسوي؟ نحسب الكيو، ومن الكيو شو نطلع؟ يو. من يو شو نطلع؟ رقم رينو. طلع مقارب اللي عندنا، خير على خير. ما طلع هالمره نخليه، وهكذا الى ان يطلع عندنا فرق قليل بين رينولد نمبر اللي اسيوم ورينولد نمبر اللي كالكوليتد. اللي حد هذا هنا الجزء الاول خلص، لانه الجزء الثاني عندنا هو كيفيه استخدام المخطط لحساب الدسشارج كوفيشنت في الرينود في الاورفيس ميتر عندما يكون رقم رينود هو اقل من 10 أس 4.